تخرجت بكالوريوس بعد 17 سنة من المعاناة، طبعا بسبب 7 اعتقالات متقطعة من الاحتلال الإسرائيلي وبعض الملاحقات. ضابط المخابرات الإسرائيلي قال لي بالحرف الواحد: لن أدعك تتخرج من الجامعة. وأصريت أنه لازم أنا يجب أن أتحدى هذا الضابط وأواصل المسيرة التعليمية، أنه هذا أنجع سلاح في مقاومة الاحتلال. والحمد لله رب العالمين، بعد 17 سنة بقول لهذا الضابط المخابرات: ها أنا قد تخرجت من الجامعة. بكل تأكيد إنه هذا الإشي كان يزيدنا بعد لحظات من هذه الهواجس إصرار على المواصلة. جديد في ظل حالي مش منتهي اليوم وبكرة، إذا أنا بدي أقرر إني أنا والله بدي أعقل، بدي أستقر، طب هل هذا الاحتلال بدي يتركني في حالي؟ إشي طبيعي؟ لا. لما أكون أنا صاحب علم، أكون على درجة من الوعي، أتمكن من فهم عدوي، أتمكن من معرفة مواطن الضعف عند عدوي، أتمكن من معرفة مواطن القوة عندي، أكون أقدر بشكل كبير جدا على مواجهة الاحتلال وجنود وضباط مخابرات وأساليبه الخبيث. المثقف هو أول من يقاوم وآخر من ينكسر.